هنعمل النهارده وصفتين حلوين جدا بناكلهم بره في المطاعم، وبنستغرب ازاي طعمه حلو كده وهو ابسط من البصل. هنعمل النهارده ان شاء الله وصفتين سهلين جدا زي ما قلنا في اول الحلقه. هنعمل جمبري بزبده كده وتوابل بسيطه جدا، ونديله بشر ليمون هيديني في الاخر طعم حلو جدا. عموما خدوها قاعده، او اي بحريات ما بتحبش التوابل كتير، ما بتحبش تطول على النار، لو عملتيها بالخطوات اللي احنا ان شاء الله هنعملها النهارده مع بعض هتلاقي احلى نتيجه في الدنيا. طيب تعالوا كده نسمي بسم الله ونبتدي نشوف مقاديرنا مع بعض. الجمبري والسمك الفيليه معايا، جمبري وزبده، انا طبعا شايله بس الراس من الجمبري زي ما انتم شايفين اهو، وطبعا منضفين خط الرمل اللي ورا اهو. ممكن تعمليه بالراس بتاعته مفيش مشكله، بس انا في التقديم بحس ان دي شكلها بيكون الطف بكتير. طيب معانا زي ما قلنا جمبري، طبعا الكميه اللي انت عايزاها، ومعايا زبده وزيت، بشر ليمون، بصل باودر، وتوم باودر، وشويه بابريكا وملح وفلفل اسود وبس، خلاص مفيش حاجه ثانيه. الفكره كلها في التوابل البسيطه، طريقه التسويه، امتى احط الزبده عشان الجمبري احس بطعم الزبده وانا باكله، احطها في الاخر، وهنشوف طبعا الخطوات دي مع بعض واحنا شغالين. يبقى دي كده مقادير الجمبري بالزبده، نزلت طبعا معاكم على الشاشه وقدامكم بتشوفوه. السمك الفيليه دايما احنا متعودين السمك الفيليه دايما بناكله مقلي، جربوه متشوح كده في زيت وزبده على النار، ولا هيدخل فرن ولا اي حاجه، وهنعمل له صوص بالشبت، روعه. معايا سمك فيليه، طبعا اي نوع تقدري تعملي بيه، مش لازم اروح اجيب قشر بياض الكيلو بتاعه 100 وشويه، يمكن وصل كمان دلوقتي ل 200. اي نوع سمك في الوصفه دي هيبقى معاكي زي الفل. معايا عصير ليمون، زيت وزبده وجنزبيل، طبعا لو عندك جنزبيل فريش هيكون احلى مليون مره، بس مش متاح قوي عند كل الناس، مش سهل ان انت تلاقيه لو انت في محافظه مفيش الجنزبيل فهتدوخي عليه، فخلينا نستخدم الباودر. لو متاح عندك الفريش يبقى نحط نص معلقه صغيره. معانا ايه تاني؟ معايا مستردة بتدي طعم روعه للسمك، وتوم مفروم ممكن نبدله بتوم بودره، كريمه وممكن برضو نبدلها واحنا شغالين هقول لكم، ملح وفلفل اسود وشبت مفروم ناعم. الكريمه اقدر ابدلها بلبن متقلب فيه شويه دقيق، مش هتديني نفس النتيجه والدسم والطعم بتاع الكريمه، لكن احنا بنتحايل على الموضوع عشان ما يبقاش فيه حاجه عندي مش موجوده فتوقفني اني اعمل الوصف. الشبت برضو معلومه، اي اعشاب انت بتحبيها او اي ورقيات سواء بقدونس، كزبره، شبت، عايزه تحطي ريحان، روزماري، زعتر، من غير خالص تقدري برضو ان انت تعمليه بكل سهوله. طيب انا هبتدي الاول بالسمك، هنتبله تتبيله بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه صعبه، تشوفوا سهولته وبساطته قد ايه هتعجبكم. طيب تعالوا كده سمي بسم الله وابتدي اعمل التتبيله. نجيب كده معلقه ونبتدي نتبل السمك بتاعه، طبعا الطاستين سخنين جدا على النار عشان ما ياخدش وقت معايا. انا عندي اول حاجه اهو شويه ملح، جنزبيل، توم باودر، بصل باودر، وفلفل. هتحطي فلفل ابيض عشان ما يغيرش لون، بس برضو مش متاح عند كل الناس، فانا بحاول ان انا ابسط لكم الموضوع عشان اي مكون مش موجود تقدري ان انت تبدليه. وادي عصير الليمون وسنه التوم، سنه بسيطه جدا.